السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا باشمهندس؟ النهارده هناخد مع بعض الرسمة دي، هنرسم الثلاث مساقط بتوعها. هو ده المثال وده الايزومتريك. طبعا احنا رسمينه عشان نوضح التفاصيل ونقدر نفهم الرسم كويس. طبعا احنا اتفقنا، احنا بصينا من هنا ان المسقط ده اسمه الفرونت، او بعض الناس بتقول فيجن، او بعض الناس بتقول راس عشان كنت صناعي ومعهد فني. وانت بص من هنا بتقول اي سايد فيو او الجنب عشان كنت صناعي، ومن فوق بتقول على التوب او البلان او افق. كلهم نفس المعنى ونفس الاسم، وكل دي اسامي ومصطلحات زي ما شرحت في فيديو رسيت كويس. فمهم انك تتفرج عليه عشان تحب الرسم وتقدر تستوعب كل اللي جاي. عندك مسقط الريفيجن، اول حاجه انت هتشوف القاعده دي كده اللي هي عندك هنا، هو بيقول لك عرضها 90 في ارتفاع 10، تمام؟ زي القاعده دي كده. طيب هو كده القاعده دي كده. طيب اما كنا نبص من الريفيجن كده كده مش هشوف الحته دي، الحته دي باينه باينه معايا دي عشان تبع الفيجن، تبع البلان من فوق. طب الفيجن معايا اول حاجه المستطيل ده، تاني حاجه الشكل بتاع الجسم بتاعك اللي هو الشطفه دي كده، تبع الحته دي كده قاعده وصل كده ايه دي كده. تعالى هنرسم مع بعض دلوقتي هنفهم التقسيم، وهنرسم مع بعض واحده واحده دلوقتي. طب بعد كده شفت الخط ده اللي هو كامل ده كده، لما الخط ده هيتعمل كامل، الخط ده كامل من ورا هنا كده. طب عايز كده هتبص في الايزومتر اهو، تمام؟ الخط ده المفروض ان هو كامل معاك، لكن الحته اللي جوه الدايره دي هتبقى داش، يعني الحته دي كده من هنا كده بس داش، لكن بقيته هيبقى ظاهر عشان انا شايفه من هنا. لكن لما تيجي تبص على الدايره بتاعتك الدايره على الخط من هنا كده، فهيبقى الحته دي بس هتبقى داش. حتى بص كده لما اجي اقول جمهوري ابيض واسود، يبقى كان احسن. المهم بص في حته ايه كان منها دي داشه، دي داشه، تمام؟ من ورا الدايره كان من هنا داش. بعد كده الدايرة بتاعتك وسايبها لك باينة، لأن الدايرة باينة. بعد كده عندك في خط تاني عمال يوديش هنا، الخط ده بتاع ايه؟ بتبص هنا كده على المنظور، الخط ده جوه ارتفاع حاجتين من ده كده هنا، ده داش اهو موجود زاوية هنا استخسر. حتى انا اجي اجيب الصوره ده اهوت ما يوريكش حاجة، لأن انت دلوقتي قلبه ماتيريال غامقة، انت شايف ان هو احنا الخط ده اهو وجاي ترسم داش هنا اهو الحتة دي كده. بص طبعا زي ما تقول حتة شطفتها من النص كده، فعايز ادون عن العمق ده هنا ادون عليه بداش. تعال نبص على السايد فيو، السايد فيو بتاعك هيبقى عبارة عن ايه؟ حتة مستطيل هنا اهوت 50 في 10، وعندك حرف يو، الميك ده هيبان عندك حرف يو بالشكل ده كده. وعندك انت كده شفت شكل الدايرة بتاعتك من السايد فيو، شفت شكل الجسم بتاعك من السايد فيو، او الاسطوانة بتاعتك ديت عامل دي كانت اسطوانة كاملة، او شطفت الحتة دي وقمت شطفت الحتة دي في النص. يعني انت قدرت تحدد شكلها من السايد فيو بدقة، تمام؟ طيب جميل جدا. هتيجي تبص من السايد فيو ده هي فراغ، وبعد كده الدايرة بتاعتك اهيت، تمام؟ وقمت جاي شاطف الحتة دي كده. هنشوف هنخش كام وهنشوف المقاسات دلوقتي واحنا بنرسم. طيب جميل جدا. هل في داش؟ اه في داش. انت عندك الثقب ده، مش الثقب ده جوه هنا كده بتاع دي، فالمفروض ان الثقب ده يمشي داش لحد ما يخبط في الجدار. المفروض ان الثقب ده هو يدنج داش هنا كده، داش هنا كده. تعال نقول الجدار بقى يدوس كده كأنك راس مقاطع هتسلمه سايد فيو، بس ايه الدايرة بس الثقب من هناك ده شغل بحاول بلاش، هو الثقب ده كده خلاص. طيب جميل جدا. لو احنا جينا قلنا احنا التوب بتاعه كده، تيجي تبص على التوب من فوق، البيان من فوق، اسمع تيجي تجيبه كده تبص على التوب. اولا كده عشان تبقى عارف انت عندك، شفت المستطيل ده؟ المستطيل ده اللي هي الحتة دي كده هيترسم معاك كمان، بس هتيجي في النص وتكمل الحتة دي داش. ليه؟ عشان الدايرة مغطية عليه والمسطرة ده مغطية عليه. تاني حاجة شفت الجميل ده اهو، الجميل ده اهو هيبان عندك زي حرف يو، تمام؟ تمام هيبان عندك زي حرف يو. وبعد كده تبص على الحتة كمان عندك ده، الشكل كمان عندك مش بيبوظ ده، اهو هيترسم هنا كده اهو. الدايرة بتاعتك دي متابعة لهيات بكل ببساطة، عرضها كام؟ شوف قطرها 40، هترسمها وتطلع بره كده 40، وبعد كده تشوف الشطفة دي على كام، وتروح جاي عامل الشطفة بتاعتك بكل سهولة، يعني الموضوع بسيط يعني، تمام؟ هنبدأ نرسم مع بعض الكلام ده بالتفصيل واحدة واحدة، هنفهم كل حاجة. تمام في داش اه الصب، الصب ده كده عايز أدون عنه، فهدون عنه بداش كده، مش اهو الصب ده كده، داش هنا كده وداش هنا كده. تعالى بقى نوضح الداشات كده. طبعا ما تنساش الثقب، وكمان الحته كده هتكون ناتج من الدش من النص اهو. شوف الحته دي
كده ده هو الخط ده كده كان منها داش من هنا وتيجي الثقب ده كان مدهش. طب وحته اللي برضه برضه في داش هنا جوه كنايه الخط ده حته ده الخط ده كان داش وخط اللي جوه ده كان داش سلامة قلت عليه الثقب ده كان داش كده. اتمنى اكون قدرت افيدكم. تعالوا بقى نبدا نرسم مع بعض واحده واحده. وما تنساش وانت مهتم انك تكون جامد في الرسم الهندسي فحاول تجيب البلاي ليست من اولها وتتابعها وتسمع الاساسيات زي تحب الرسم الهندسي هيقدمه مهم جدا. لو احتجت اي رسمه او عندك اي حاجه او استفسار تقدر تتواصل معايا ايه برايفت سواء على انستجرام او على فيسبوك او على انستا او التليجرام. سيبك من المنصات كلها تحت هتلاقيها موجوده في الديسكربت تحت. يلا بقى نبدا نرسم. انت بتتكلم جد؟ مات؟ لا حول ولا قوة الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. هنبدأ إن شاء الله دلوقتي نرسم في الفيجن. تمام، أول حاجة عندنا مستطيل جوه هنا ده كده، المستطيل ده عرض 90 في ارتفاع 10، ال10 جنيه دي كده بتعمل هنا كده. فبكل بساطة جدا أنا كل ما هعمل أجيب اللاين بتاعي عادي جدا ماشي، بس سكت شوية. قوم جاي جايب اللاين بتاعك طيب 10 من هنا ومقفل المستطيل بتاعك، أنت قفل المستطيل بتاعك هنا كده. طيب جميل جدا. بعد كده بس عشان انت عندك سنترين في النص كده عشان احدد مركز دايرة دي مهمة عندي جدا، فهضطر اطلع على بعد 45 من النص هنا كده عشان اجيب سنتر الدايرة دي. فبكل بساطة بس انا اجيب الخط هاجي في النص هنا كده اجيب السنتر لاين بتاعك تعمله. فانت هتيجي في النص من هنا كده اللي هو كام؟ كام نصها 45 وتروح هنا كام مسافة قدرها 45 برضه، فالسنتر لاين بتاعك هيبقى هنا تمام. فمعلش اجيب الترمس الصغير ده عشان ما نفهمش الدنيا، موضوع بسيط ممكن اترمي دوت خلاص اصلا ما مش لازم مش هنحتاجه بيها ان شاء الله. طيب جميل جدا. دلوقتي انا عايز اعمل دايرة في المنطقة دي كده. طب حلو، انا كل ما هعمله برضه هجيب الخط المهم بتاعك، هات المهم بتاعك ده وتيجي هنا عايز تعمل دايرة الأول جديد دايرة قطرها 40 دايرة 20. طب جميل جدا خلاص. فانا هروح جاي جايب السيركل دايرة 20 الأوس والمنطقة بتاعتها 20 يعني نص قطر 10. بعد كده الدايرة اللي فيها على طول 40 يعني نص قطر 20 تاني. أنا كنت عايز أعمل الخط ده كده تمام عشان أبدأ أجيب الميل بتاعك ده. طب الخط ده على ارتفاع كام؟ الخط ده على ارتفاع 50 من ده. طيب سهل، يبقى أنا هاجي سنتر لاين أرفع 50 عادي جدا. هاجي السنتر لاين 50 تمام، ارتفاع 50 يبقى في المنطقة دي هنا كده. طيب تمام، الخط عرضه كام؟ خط عرضه 50 خلاص 50. بس انت شفت الحتة ده هنا، الحتة ده الحتة ده هتلاقي أختها هنا كده. شفت الخط ده؟ هو الخط ده هيبقى داش، هو ايه بين الدايرتين هيبقى داش، وبعد كده هتكمل بقى الخط ايه بره هتكمله سوليد. فانا هعتبره الاول كومات سوليد مثلا، الاول نحط بس الخط بتاعنا نحطه الاول كده 50 يعني 25 يمين، وعندك ترجعتين 25 باي، فانت هتمشي 25 كده 25 كده. هتقوم جاي موصل ده بده كده اهو ده وين دو سيل دي بدي سيل دي بدي. بعد كده عندك الحتة اللي في النص بتاعنا نجيبها داش ماشي مسحنا تمام. بعد كده الداش نبقى كلام واضح طبعا. وضحت الكلام ده كويس بقى واحنا بنشرح وضحته تاني تمام. هي داش بس هو خط الداش عندي طويل تمام، ممكن اغيره ماشي. يلا خد من جهة ماشي، فده داش خلاص هو اتنور اهو. طيب جميل جدا. بعد كده خلصنا خط الدش ده، خلصنا الدايرتين. عندك الخط ده كده اللي هو انا قلت لك هيبقى موجود داش ورا، هو
افضل ان انا احفظها دي، خط ده من هنا لحد اخر لحد ما يخبط في 100 جنيه. طب الخط ده هيدفع 30 من دي، يبقى انا كل اللي انا هعمله بكل بساطة تمام هو 34، يعني 30 ناقص 50 تديك 20، يعني ممكن اخد من تحت 20، يبقى انا اجي من تحت هنا كده مثلا 20 فوق اهو. تمام حددت العلامة هنا اهي، خلاص العلامة هنا اهي عشان احطهم في بعض. طب انا جاي جايب بقى اللاين تاني، بس هجيب ابيض بقى بتاعي واجيب اللاين بتاعي الداش، هو كده كاتب الداش برضه. خلاص ماشي، يبقى انا اجي على الشيرين بتاعتك ده اهي وعاملها اهي بكل بساطة اهو، حط الداش اهو. خلاص الخط داش ده جه خلاص، هو تمام مطابق على الدايرة كمان، بس هي انت مش هتبقى هنا اكيد مش تبقى مطابق على الدايرة، فتقريبا في خطأ. هنرجع للمساحة ده، شوف هو احنا قلنا المسافة 30 وديت يبقى المفروض هنا 20 مش 15، تمام انا كنت عامل 15. طيب تعالى كده مع تاني، قوم جاي طبعا هنا 20 اهو، سوري كده تبقى هنا كده مظبوط كده تمام. ده خط الداش بتاعك اهو تمام كده فوق ماشي كده تمام. انا المسكر ده خلص، تعالى نتأكد برضه من هنا المسكر ده خلص، هو خط الداش هنا خط الداش هنا خلاص. طيب جميل جدا، بعد كده تعالى نبدأ مثلا نرسم في ال، تعالى نجيب السايد فيو مثلا. السايد فيو تعالى نبص من هنا، أول حاجة عندك مستطيل اللي تحت ده ارتفاع 10 54 ارتفاع 10 كده ماشي. عملنا أول مستطيل، بعد كده نطلع حرف يورو في النص ده، حرف يورو النص ده ارتفاع 50 والعرض بتاعه من هنا 30. خلاص 30 من السنتر من 30. طب جميل، تعالى والله من السنتر من 30 بص انا واقف في النص اهو، انت هتسنتر بقى السنتر لاين بتاعك، انا برضو واقف في النص اروح جاي، وقال ان الحته ديت الحته دي كده قال لك ان هي 30، خلاص يبقى انا واقف في النص ماشي 15 هنا يمين اهو تمام، 15 يمين واطلع. طلع كام؟ طلع 50 50 اهي. خلاص بعد كده تخش جوه هنا كده تاني كده، الحته دي الحته دي جايه كام؟ 16 حته في النص ناقص 30 يديك فيها 14، يبقى الحتة دي 7 وحتة دي 7. خلاص دي 7 تنزل تحت تاني شوية، دول شوية دول 30 اهو، بقى 30 هنا اهو، تطلع هنا كده تاني شوية على الشمال كده 16، وجاي طالع هنا كده 7، تنزل تحت ده في حرف الجي بتاعك كده في حرف الجي ده. بعد كده سيشن انت عندك يعني في سيخ كناية طبعا من الجدار ده كده بره، أولا الكبيرة بـ40 وبعد كده اتشطف، احنا نطلعها 40 الأول. طب هي طالعة 40 من هنا، طب السنتر لاين بتاعها فين؟ ممكن يجوا من هنا على طول، اللي هو من هنا. طب جاي أعمل إيه؟ دروين سنتر لاين مثلا، أظن سنتر لاين وأنقل السنتر لاين تمام؟ نقلنا السنتر لاين، ده السنتر لاين نقلنا أهو. طيب قدام هنا طبعا يا روبوتك طالعة هنا كده، هي المفروض ان هي تخبط في الجدار ده، خلاص انا اصلا محطوط لها الجدار هنا، او ممكن هنشوف دلوقتي سامح يا النبي نشوف الدايره تبعت قد ايه دلوقتي. دايره تعالى تعالى فين 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 اه بص يا نجم، من انك من اول التلاتين زود بقى عن التلاتين الدايره انك كلها على بعضها 60. خلاص فستين 60 بره اهي ناقص التلاتين تديك فرق 30، يعني الدايرة دي طالعة بارزة 15، يعني البروز ده 15 والبروز ده 15. انت كل اللي انت هتعمله هتيجي ساش الدايرة بتاعتك كانت كام؟ الدايرة بتاعتك كانت كلها بعدها 40، لا 20 فوق اهوت، واطلع بره كام؟ 15، وفي الدايرة تنزل 40
ماشي، هنا الدايرة بتاعتك اهي، قيمة الدايرة بقوس مجرد ممكن بقصص الدايرة دي كده اهي، ده نفس الكلام معايا، انا اصلا زي شغل مع نرمي الدايرة بتاعتك، تقوم انت جاي رايح جاي تاني اهو، دروين رسم الدايرة هنا. طيب هتعمل ايه؟ هتقف هنا كده، الدايرة كانت ايه؟ عرضها 40 يبقى اطلع فوق 20، وبعد كده اطلع بقى 15 بتوع الدايرة بكل بساطة، بعد كده هنزل 40 بتوع الدايرة، بعد كده هو جاي ايه؟ وصل الدايرة بالنقطة دي كده، هنزل قدام دي كده، حلو جدا. طب دي ملهاش لازمة، مفيش حاجة هنا، هوا خلاص، هوا مفيش حاجة واصلة بين الدايرتين، فهتتقص. حلو. طب بعد كده ما تنساش عندك في دايرة صغيرة داش في النص، في هنا شرط هنعملها دلوقتي، بس عندك انت هنا دلوقتي دايرة صغيرة داش في النص، دايرة هنا تمام، دايرة واصلة واصلة كده هنا كده السكوب، دايرة دي كده وضحناها، فالدايرة دي انا كنت طالع شيء، يبقى خلاص بكل بساطة وجاي اعمل ايه؟ طالع من هنا كده 20، يعني 10 فوق و10 تحت، خلاص يعني هنا وهنا. طب انا حددت نقط ليه؟ عشان بس ابدا اعمل بقى الداش بقى، تعالى نعمل الداش كده بقى، من هنا لهنا الدايرة النقطة تحت برضه، تنزل 10 وعامل ايه؟ الدايرة ما تهداش نقطة اهيت، عشان خاطر هي انا بص من هنا مش شايف، بس هي ماشية كده. طب نفس الكلام هنا، ما في اخت على الجهة التانية، خلاص بدي النقطة دي خلاص تمام كده قوي كمان ماشي كده، احنا عملنا دايرة هي ودايرة هنا، نقصد بس هنا حاجة، وايه هي؟ شفت الشطفة دي؟ دي شطفة عبارة عن مستطيل وشطفته. الشطفة دي قد ايه؟ انت هتيجي من هنا كده اهو، من حرف اليو بتاعك من هنا كده، وتخش جوه الحتة دي، الحتة دي قد ايه؟ تعال وجي قال لك ان من اول هنا لحد هنا 30، بعد كده قال لك من اول الشطفة دي للشطفة دي 42، ف 42 هتروح من 30 تديك 12، فانت معاك 12، ده معناه انت هتخش من هنا 6 وتاكل الحتة دي، ونفس الكلام 6 وتاكل الحتة دي، كله بقى انت هتعمل ايه؟ تقيس بالمسطره 6 6 وتمسح بالاستيك. انا بالنسبه لي اهوت دوينج شويه، اخش 6 جوه 6 اطلع على السبعه، بص نفس الكلام 6 والسبعه فوق كده، بس اصقص بقى كده، انت هتعمل كام بس؟ هتمسح الحته دي، اقيس بس المسطره، اقيس منه نقيس بالمستوى قدام جوه بس، انت كده خلصت كده الحته ايه؟ الحته دي كده. كده احنا خلصنا الثيرد فيو اهوت تمام، نفس الشكل اللي احنا رسمناه، وايه لو قلنا ونقلبه ابيض واسود هيجيب لك بس الخط اللي في نص الواي ده، اهو الموضوع بسيط جدا. هنبدأ دلوقتي بكل بساطة، نبدأ نرسم في البلان. وطبعا احنا عايزين نعمل سنتر لاين بتاع البلان، ننصه في البلان تمام. احنا اتفقنا السنتر لاين هنعمله بالأخضر تمام، نيجي هنا كده نعمل سنتر لاين، نسيب الجسم في النص نص الجسم، الجسم كله على بعضه بعرض 54، يعني ده كده 50، لا احنا هنطلع 25.5 بس، 25، فاحنا كده في نص الجسم كده، احنا نصفنا ايه الجسم بتاعنا. طيب ممتاز جدا، بعد ما نصفنا الجسم بتاعنا هنبدأ نرسم أول حاجة في البلان من فوق، نبدأ نمسك جزء جزء. شفت حرف اليو ده؟ جينا نمشي على المؤشر ده هنبدأ نرسمه. طب حرف اليو ده كام؟ من هنا عرض بتاعه كام؟ عرض بتاعه كام؟ تبص من بره من هنا كده وكأن العرض بتاعه 30 من أول الزاوية هنا، الزاوية هنا 30 خلاص. يبقى أنا هاجي طول هو الخط بتاعي الأبيض، أرسم بقى خط سودا عادي خالص أهو، قالك 30 يعني 15 هنا تمام. خش جوه كام؟ خش جوه حرف جوه العرض بتاعه ده مين؟ فلا عشان احط العرض ده اهو، هتروح شفت 50 في النص دي 50
ناقص عرض الجسم كونج هو كام؟ 90. مش الجسم كونج 90؟ طيب تمام، انت عندك في النص في 50 اهي، معجومة اهي، ب 50 ناقص 90 يديك 40، يبقى انا هخش جوه كام؟ 20. تمام، جاي الشوية دول، الشوية دول كام؟ صنع النبي، قال لك ان الشوية في النص دول 16، يبقى 16 ناقص 30 تديك 14، ده معناه ان الحتة دي 7 والحتة دي 7، خلاص. واحنا جاي داخل السبعة، هي مرة تاني الشوية دولت. طب الشوية دول كام؟ أنا ممكن بكل بساطة أجيبهم عن طريق، شفت الحتة دي كده؟ الحتة دي كده كده، شفت الحتة دي أهي؟ مش أنت لما جيت دخلت بالحتة الخط المميل الداش ده أهو، كان هو نفس الحتة اللي أنت عايز تخشها بالظبط دي كده؟ حضرتك النقطة دي، ما دي النقطة اللي أنا عايز أجيبها، عشان هخش قد إيه هنا كده؟ فالنقطة دي أنا ممكن أجيبها من فوق أهي، بكل بساطة أقف هنا كده وأنزل أنزل 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 بالمستوى كده أهو، لحد ما أخش عند النقطة دي. شفت انا جبتها منين؟ جبتها من النقطة دي. وراح جاي ايه 16 بتوع ده 16، وتروح جاي طالع تاني الشوية دوت مساوية دي كده اهي، تمام، وتروح جاي طالع بره السبعة، يميت هنا كده السبعة، وتروح جاي مصر ايه تعرف بتاعك بكل بساطة. تعالى نعمل واحد الجهة التانية زيه اهو، نفس الموضوع هنكرر، بس هاجي هنا مستون طنجاية، خش 15 هنا بتوع عمر، وراح جاي طالع الشوية دوت هنا كده، تمام، شو دلوقتي ان هم اتفقنا ان هم هيشغلوا، ممكن تجيبوا من هنا برضه، انت ممكن تجيبوا من هنا كده من النقطه دي كده، ماشي، من حرف الواقف عندك في النقطه دي كده جاي سبعة داخلين جوه، جايب النقطه من هنا اهي، النقطه اللي انا عايز ان انا اشوف اخش ده عشان ده ميل، واروح جاي داخل 16، طب سبعة، جاي مقفل تاني الجزئية بتاعتك كده، انت قفلت تاني حرف الواقف بتاعك. تيجي تبص شفت انت الخط ده كده، انا شايف انا بص من فوق اشوف الخط ده كده، الله، بص برضه دي تستشف البي دي اف، ده هيكون الكتاب بتاعي ان شاء الله، ان انا ببدا شغال عليه. يكون عندك خطوات مساقط، ويكون عندك جايزومتر كمان، وموضحك بالجمهور الماسكوت بتاعك، وهي نفس الكلام موضحك بالجمهور بتاعك، الماسكوت بيكون مختلف، صوت يبقى اصفر. دلوقتي هنبدا نرسم الخط ده، الخط ده كده تمام، جوه الخط ده كده، الخط ده كده في الجايزومتر، ده عجبك الجايزومتر اصلا معناه، نبدا نرسم الخط ده كده، هيجي من حرف الجيم ممتد كده، طيب يبقى عندك خط ده كده، ده نفس جزئية جزئية لحد ما خلاص، دلوقتي الموضوع بسيط. طب جميل جدا، تعالى بعد كده شفت انت الحتة دي اهي، الحتة اللي طلعت اهي، عايزين نرسمها. طيب الأول قبل ما نرسمها احنا ممكن نعمل حركة، او ممكن نعمل الدايرة، شفت الدايرة دي، هي باين الدايرة هنا في الفيجن، يبقى باين هنا مستطيل. طب الدايرة دي كام؟ الدايرة دي العرض بتاعها 40، هو بيقول كام العرض بتاعها 40، فالدايرة دي طالعة من هنا كده، تمام، طب طالعة منين؟ طالعة شفت انت عندك اليو بتاعتك داخلة شوية كده، وبعد كده ايه طالعة منها الدايرة، خلاص المفروض دي ان هي تكمل كده، ثواني كمل دي، بقول لك ان احنا نكملها مثلا، بص اه مثلا، ونطلع من دي الدايره بتاعتك الحته دي كده، تمام، الحته دي هتبقى كام؟ انا كده كده مقسم الدايره، المفروض اطلع لحد مربط في الخط ده، بس بقعد اقول لك انت هتطلع بره هنا، وقال لك ان الدايره 60، تمام 60، خد بالك 60 كلها على بعضها ماسكه اهو، اول الدايره دي لحد اخر الدايره دي، وعندك في النص هنا 30، يبقى انت عندك الفرق 30، يبقى 15 هنا و15 هنا، اكيد دي 15 الحته دي كده، تمام، فانا كنا هعمله الدايره عندك 40، يبقى همشي كده مثلا 20 هنا اهوت، واطلع 15 دول كده مثلا يعني، واروح جاي مقفل الدايره بتاعتك، همشي ارجع تاني هنا كده 40، واروح جاي رايح مقفل الدايره بتاعتك كده، انا لو طلعت الدايره كمستطيل بس، تبدا جوه انت ايه ماشي، تبدا تقصص الزيادات كده، محتاج بس اتاكد اشوف دي كام، بس هل هي لا دي انا عاملها 10، فانا هطلعها 15 عشان هي فعلا الحقيقه ان هي 15، تمام، ماشي، طلعت بالدايره بتاعتي بقى 15 اهي، نفس الكلام برضو من الجهه التانيه، هطلع 15 دايره بتاعتك، اجي من هنا كده ادي 20، اطلع بقى 15،
هتعتبر الدايرة المستطيل بتاعك جوه بتاع الدايرة، تبدأ جوه تقص الزيادات دي. تمام، ده المستطيل بتاع الدايرة دي كده في النص. بعد كده عايز انت بقى ترسم الحتة دي، صلح بك انك بتشوف وهنا دخل قد ايه. شفت الحتة دي كده كام، الحتة دي كام، الحتة دي كام. ماشي، الحتة دي عشان نخشها هنقدر نجيبها. عايز اجيب عرض الحتة دي اهي، اجيبها منين؟ مفيش حاجة تانية ان انا اجيبها من المنطقة دي كده. شفت الداش ده؟ هي دي الحتة اللي انا عايز ايه اجيبها هنا كده جوه الخط، اللي هيبقى فين؟ اللي هيبقى في المنطقة دي هنا كده، العرض بتاعه. يبقى انا هطلع من النقطة ده اهي، شفت الخط ده كده جوه طالع لبره ده اهو، هو هيبقى جاي من حرف جوه طالع لبره. عايز اشوف بقى هيطلع من هنا نقطة بالظبط، النقطة دي والنقطة دي هجيبها عرض من هنا كده، نفس النقطة دي من الخط ده كده على نفس اسقاط النقطة دي. انا ممكن اجيب النقطة دي من هنا، يعني بمعنى ادي الخط بتاعك اهو، جبت النقطة دي انا قصدي عليها اهي، وانزل من هنا واقوم جاي طالع بره. بس هطلع بره قد ايه؟ هتيجي انت تشوف، مش دي كانت كلها 30؟ طب وانت عندك من اول هنا اهو كده قال لك 42 لحد الحته برضه التانية اختها المقصوده في الجهه التانية، 42 42 ناقص 30 دي 12. 12 يعني ان انا هطلع هنا 6، 6 الجهه التانية، واروح جاي ايه مش شمال برضه، راح جايب النقطه بتاعتك اللي نازل عندها اهي، جاي ايه دخلتها. شفت انا عملت ايه؟ ده بقى ترمي ايه الحته دي كده اهو، تمسح بس بلاستيك الحته دي كده. فنفس الكلام هنعمله الجهه التانية عشان ما خدش باله. انت هتيجي انا دلوقتي عايز اجيب الحته دي كده، مش هخشها هنا كده، اجيب من الحته بتاعت حرف جيم الممتد دي كده واقوم جاي داخل هنا كده. فعشان اجيب الحته دي هجيب سكوتة منين؟ من هنا كده، لان البعد بتاعها مش معلوم، هجيبه هنا كده الحته دي والحته دي. فانا اقوم جاي جايب النقطه دي نازل بيها اهي، جايب النقطه دي نازل بيها هنا اهي اهي، تمام، طلع بره كده سبعة، تمام، روح جاي داخل جوه وداخل هنا كده الافتتاح ده بس يا باشا. تيرن تيرن تيرن. طب حلو جدا كده، احنا عملنا ايه الدخلة دي كده اللي انت شايفها دي كده. نبدأ بقى كده، دي بينت معانا، دي بينت معانا. طيب عندك بقى انت الصوب من جوه 20 ده، جوه الكتب بتاع 20 ده هيمشي هنا داش كده من اول الجدار ده لحد الجدار ده، خلاص هيتعمل هيبقى داش. هجيب الداش، تعالى مش الثقب بتاعك من 20، اجيبه من فوق الايجو كده اهو، انت البعد بتاعه اهو، يعني من اول هنا لحد ما يربط في الجزئيه دي. بس شوف انا عملت لحد فين، من اول هنا لحد هنا. جه بقى الدش، وانت عندك من هنا ده فراغ في النص اللي انت شايفه ده فراغ هنا كده، تمام. فالثقب مش هيمشي هنا في الهواء، يعني مش هخصم خط خط من هنا لحد الاخر. نفس الكلام هنا اهو، هنا كده النقطة دي كده من أول هنا كده، ثواني شفت من أول النقطة دي كده اه، جاي نازل الداش بتاعك ايه، تمام كده. احنا غسلنا الثقب في المنطقة دي، داشة داشة بس ممكن داش طويل بس شوية. وأقوم جاي مكمل في الجهة التانية برضه، ما انت عندك ثقب داش في الحتة التانية. نفس الكلام الشمال، طيب كده احنا عملنا الثقب بتاعك. طيب حلو خالص، بعد ما عملنا الثقب في النص ده كده، ده هنغطي الثقب حتة في النص والمستطيل ده جوه في النص ده بقى معانا اهو، المستطيل ده كده، المستطيل ده كده بقى معانا اهو، تمام. الحتة دي يا عم معانا شبه التي دي كده معانا اهي، هي بنت ايه ميت من ايه، عندك حرف اليو ده مايك، ده حرف مايك بان هنا اهو، تمام. إيه عندك بعد كده الاسطوانة، طب طالع منها الاسطوانة طالعة من هنا باينت اهي، تمام، وفيها الثقب بتاعها من جوه. ناقصك حاجة، شفت انت الحتة دي كده، الحتة دي كده اهو، دي كده 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 طالعة بره من هنا وبره من هنا قد ايه، المسافة مقدارها قد ايه، الحتة اللي طالعة بره دي كام كام كام، هنا فين 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 فين، حاول بس اجيبها بجمحين بس اه، 50 عرض كله 50، 50 ناقص 30 هنا، تمام، عرض 50 50 ناقص 30 هتديك 20، يبقى 10 هنا و10 هنا. يبقى انا هقوم جاي طالع
من هنا كده. سنت اونلاين خط عادي سوليد، اقوم جاي طالع ايه 10 كده بره، واروح جاي عامل الخط بتاعي كامل كده تمام. بس ملحوظة، هل ينفع خط سوليد يقطع خط سوليد؟ لا، يبقى اكيد في واحد هنا داش كده الخط ده. بص ابص من جوه كده، انا وانا بص من فوق انا شايف المسطوانة دي اوي، فالخط ده معدي من تحت المسطوانة زي ما انت شايف هنا، معدي منين؟ من تحت المسطوانة هنا كده، ومن جوه هنا كده معدي من تحت المسطوانة، يبقى في خط هنا وخط هنا، بس الاتنين من تحت المسطوانة في النص بس، لكن من هنا ومن هنا انا شايفهم من فوق. فنفس الكلام المفروض الخط بتاعك برضو حتى من هنا كده تلاقيه في المنطقة دي برضو كده كامل معاك، بس المفروض هيبقى داش. يبقى انا المفروض او انا جايب الاستيكة بتاعتي ماسح هنا كده، اجيب الحتة اللي جوه دي اجيبها داش. ليه؟ لان هو تحت المسطوانة، واروح جاي رسمها تاني ايه سوليد، قصدي داش واي، اهو داش واي تمام. نفس الكلام برضو انت عندك هنا اهوت الحتة دي تكملة الحتة 10 طبعا برضو هتبقى داش، الحتة دي داش الحتة دي داش خلاص. بص الحتة بص كده حتى نجيبه برنامج ايه نجيبه لنا هنا اهو، بص هي بقى دي داش ايه دي داش دي داش خلاص، والسكوير احنا عملنا داش اهو. بس هنكرر نفس الكلام هنا اهوت، الحتة اللي جوه دي هتبقى داش تمام. وانك هنقوم جايين سوليد اهو، سوليد طبعا 10 تمام. وتروح جاي ايه كاتنج، انت مسحب الاستيكه الحته دي، مسحب الاستيكه بس الحته ديت، هو يجيبها بس بالاستيكه داش كده باين كده، امسح حته بس واحسب حته بس. يعني كده احنا خلصنا الرسمه بتاعتنا، اتمنى اكون قدرت افيدكم. اي حد استفاد ما تنساش اعمل كومنت جاي جميل منك، ده يحفزني. هو ده ما تنساش دعواتك، بس هو في رسمه عايزني ابعتها لك ارسمها، ابعتها لي وانا هرسمها لك ان شاء الله. ادفع بقى مكانها، ومش من المستمر ان انا برسم على الاوتوكاد، ولكن بعد الرسومات بس برسم على الاوتوكاد، وده ظرف طبيعي اني برسم يدوي دايما.